مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم في لقائنا اليوم المتجدد على شاشه النيل للاخبار وحلقه جديده من القاهره. لقاؤنا مع حضراتكم يمتد كالمعتاد من الان وحتى قبيل منتصف الليل بتوقيت العاصمه. لدينا اليوم وقفتين حواريتين في حلقه اليوم من القاهره. الوقفه الحواريه الاولى تتعرض لزياره رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للقاهره. هذه الزياره التي تاتي بعد شهر من زياره الرئيس اللبناني ميشيل عون للقاهرة، وأيضا تقريبا بعد شهر أيضا من زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر للبنان. انطلقت أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية اليوم بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني سعد الحريري. اللجنة بحثت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية اللبنانية في كافة المجالات، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في العديد من مجالات التعاون المشترك، في ضوء حرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون القائمة لآفاق جديدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. تشمل مجالات التعاون في التدريب والتعاون السياحي وتسهيل الإجراءات والتأشيرات، إضافة لمجال الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في مجالات الحاصلات الزراعية، وأيضا التعاون في مجالات الثقافة والبيئة والقوى العاملة وغيرها من المجالات. حول هذا الموضوع بتدور الوقفة الحوارية الأولى، وسينضم إلينا فيها الدكتور مدحت نافع أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة حلوان. الوقفة الحوارية الثانية هي قراءة في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المصرية في الاحتفال الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي يوم عيد الأم. الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الأمهات المثاليات وبدأ الاحتفالية الحقيقة بوقفة تحية وتقدير للمرأة المصرية. الاحتفال بيوم المرأة هذا العام خطط فيه المرأة المصرية خطوات قوية ومؤثرة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المراكز المرموقة اللي تقلدتها المرأة في مصر. تم إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية. جاء الاهتمام بالمرأة هذا العام من خلال عدة تكليفات أصدرها الرئيس في ختام مؤتمر تكريم الأمهات المثاليات. الوقفة الحوارية الثانية سوف تتناول هذه التكليفات وفرص تنفيذها على أرض الواقع. ستنضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية الأستاذة ناهد متولي المنشاوي الكاتبة الصحفية وعضو المجلس القومي للمرأة. مشاهدينا برؤيتنا كالمعتاد مع جولة مع أهم أخبار اليوم بعد الفاصل. بكم من جديد. نبدأ هذه الجولة الإخبارية بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع السودان في مختلف المجالات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع السودان الشقيق في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر تسعى دوما إلى الحفاظ على كيان الأمة العربية والعمل على تعزيز التضامن والتكاتف العربي. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طه عثمان الحسين وزير الدولة السوداني ومدير مكتب الرئيس السوداني عمر البشير، حيث نقل الوزير السوداني إلى الرئيس تحيات الرئيس السوداني عمر البشير وسلمه رسالة خطية تضمنت التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية وحرص الجانب السوداني على مواصلة العمل مع مصر
من أجل تعزيز أو وصل التعاون بين البلدين. كما نوع المسؤول السوداني إلى أن ما يتناوله الإعلام في بعض الأحيان لا يمثل مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. أعرب طه عثمان الحسين عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أناني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضرتك دكتور أناني. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أناني. أهمية زيارة وزير الدولة السوداني طه عثمان الحسين وتأكيده على العلاقات المتميزة والوطيدة التي تربط بين مصر والسودان في هذا التوقيت تحديدا. بالتأكيد هذه زيارة مهمة وفي توقيت حساس نظرا للتراشق الذي تم على التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي وكان مسيئا للشعبين وللبلدين. تأكيد السودان حرصها على العلاقات المصرية جاء عبر هذه الزيارة وتأكيد الرئيس السيسي على الحرص المصري على السودان أيضا جاء بتصريحاته. ولكني رغم هذا المجهود الرسمي الكبير سواء من جانب الرئيس او وزير خارجيه البلدين بالامس وزياره المبعوث السوداني الى القاهره كل هذه الجهود على المستوى الرسمي جيده ومحموده، لكن من المطلوب ايضا ان تتحرك الاحزاب السياسيه المصريه لتؤكد وجودها وتؤكد على عمق العلاقات المصريه السودانيه. نعم دكتورة أناني، يعني سبب التراشق ما بين الجانبين على مواقع التواصل الاجتماعي كما ذكرت حضرتك وحديث الوزير السوداني عن أن وسائل الإعلام في بعض الأحيان لا تعبر عن مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، فكرة التناول الإعلامي هل له يعني زي ما بيقولوا ما فيش دخان من غير نار، ولا هي مجرد تصريحات إعلامية بتثير الرأي العام في كلا البلدين ليس لها أساس في السياسات الرسمية بالنسبة لكلا البلدين؟ طبعا ليس لديها أساس في يعني متن العلاقات أو متن السياسات بين البلدين، لكن للأسف إحنا بنفاجأ من وقت الآخر إنه يدخل على مسار العلاقات إعلاميين يسعون بالشهرة ربما أو للإعلانات وخصوصا في القنوات مع يعني محدودة الانتشار. الحقيقة للأسف الإعلام السوداني بيعتبر أن هذه القنوات أو هؤلاء الأشخاص الذين لم نكن نعلم بأسمائهم من قبل لديهم تأثير في مصر أو تأثير في الإعلام المصري، وبيتم خلط الأوراق والتعامل مع الإعلام المصري على اعتبار أنه أنظمة متساوية، وهو غير مسألة غير صحيحة، لأن لدينا قنوات يعني تتميز بالتدقيق والمهنية، ولدينا أيضا قنوات تسعى إلى الشهرة ومشاهدتها محدودة وليس لها أي تأثير، وهذه يمكن أن تقفز على أي ملف دون تدقيق ويعني تمارس جرائم أو جريمة في حق العلاقات المصرية السودانية وفي حق المصالح الوطنية لكلا الشعبين والبلدين. نعم لكن دكتورة أماني فكرة يعني من آن إلى آخر بتتداول وسائل الإعلام ربما أيضا مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات عن اتجاهات من الجانب السوداني لترسيم الحدود مع مصر بضم منطقة حلايب وشلاتين إلى الحدود السودانية، إلى أي مدى يمكن أن ما يثار في وسائل الإعلام يعني يؤثر على العلاقات ما بين البلدين، خاصة وإن ده بيتم تداوله في وسائل الإعلام السودانية وليس في وسائل الإعلام المصرية اللي هي ربما تكون محدودة الانتشار كما ذكرت حضرتك؟ يعني ملف حلايب الحقيقة ما كانش على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن جاء على لسان الرئيس، وأنا بنسب الرئيس البشير الحقيقة نعم إن هذا الملف هو ملف قديم ولا يثار إلا لأسباب سياسية معينة، وإحنا في المنطقة العربية بنعاني من سيولة هائلة وبنعاني من ضعف للنظام العربي، وبالتالي يعني ليس هذا هو التوقيت المناسب لطرح هذه المسائل، وخصوصا أن كلا البلدين يملك وجهة نظر ومصر تملك وثائق كثيرة، وخصوصا أن الحدود المصرية قد رسمت في اتفاقية لندن 1840.
يعني هو موقع طبعا خلاف، وكل من الطرفين ينحاز، او على الاقل على المستوى الشعبي ينحاز لوطنيته والارض بلاده بالتاكيد او ما يعتقد. واتصور ان هذه مسألة شائكة في كلا البلدين، وعلينا ان احنا نتريث فيها ولا نستخدمها في مسائل يعني للتعبير عن غضب ربما هنا او هناك بسبب اي موقف سياسي عارض. نعم دكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. لعل حضراتكم تابعتم مشكلة حالة الأعياء والتسمم اللي أصابت التلاميذ في مدارس المصرية. رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسته لإجراء تقييم شامل لمنظومة الوجبات المدرسية. قرر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل تشكيل مجموعة عمل برئاسته وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية مع تكليفها في خلال أسبوع بإجراء تقييم شامل لمنظومة الوجبات المدرسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التضامن والتنمية المحلية والتربية والتعليم والزراعة وممثلي الجهات المعنية لمتابعة منظومة تقديم الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية. وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى إجراء تحليل دوري للوجبات المدرسية في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة للتأكد من سلامتها. المتحدث العسكري أعلن استشهاد 3 ضباط و7 جنود ومقتل 15 إرهابيا بسيناء. قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بمداهمة إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية. أوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان اليوم أن عمليات المداهمة والاشتباك مع العناصر التكفيرية أسفرت عن مقتل 15 فردا تكفيريا والقبض على 7 آخرين. كما تم اكتشاف وتدمير مخزنين وجد بداخلهما 0.5 طن من مادة شخش شديدة الانفجار و55 جوالا من مادة نترات الأمونيوم وعدد كبير من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام وعدد من الأجهزة الطبية ومواد الإعاشة الخاصة بالعناصر التكفيرية ومعدات تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمال المراقبة. كما تم ضبط 2 سيارتي دفع رباعي عثر بداخلهما على عدد من القنابل اليدوية والذخائر والأعلام والوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية و460 جهاز حاسب آلي محمول و640 تليفونا محمولا وألواح للطاقة الشمسية وعدد من اللوحات المعدنية للسيارات. وأضاف المتحدث العسكري أنه أثناء مطاردة العناصر الإرهابية انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين للعناصر المداهمة ما أسفر عن استشهاد 3 ضباط و7 أفراد من أبطال القوات المسلحة. وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وزير الخارجية سامح شكري يطالب بتعزيز قدرات جنوب السودان ومؤسساتها بالتنسيق مع الحكومة السودانية. طالب وزير الخارجية سامح شكري المجتمع الدولي بتعزيز قدرات دولة جنوب السودان ومؤسساتها وإصلاحها بالتنسيق مع الحكومة في جنوب السودان، وأهمية منع انهيار الدولة في جنوب السودان، لأن الفراغ الناتج عن ذلك الانهيار سيؤدي إلى الفوضى والمجموعات المسلحة التي يصعب السيطرة عليها، مجددا التزام مصر ببذل كافة الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها شكري أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان والتي تعقد تحت رئاسة المملكة المتحدة وبحضور كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم بالإضافة إلى ممثلة من المجتمع المدني.
ايضا وزير الخارجيه سامح شكري قال لنائبه مستشار الامن القومي الامريكي: مصر الاقدر في المنطقه على مكافحه الفكر المتطرف. التقى وزير الخارجيه سامح شكري بعدد من صناع القرار بالبيت الابيض وعلى راسهم نائبه مستشار الامن القومي الامريكي كيتي ماكفيرلاند وديريك هارفي مساعد الرئيس الامريكي لشؤون الشرق الاوسط، فضلا عن ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى وجيسون جرين بلات الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الدول الأعضاء للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش والمنعقد بواشنطن. تناول اللقاء مسار العلاقات المصرية الأمريكية بشكل مفصل وسبل تعزيزها، لا سيما على ضوء إيمان الإدارة الأمريكية بأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين. استعرض شكري خلال اللقاء الجهود المصرية لمواجهة الإرهاب، مشيرا في السياق ذاته إلى مبادرة سيادة الرئيس لتجديد الخطاب الديني وسبل مواجهة الفكر المتطرف، مبرزا أن الدولة المصرية هي الأقدر على مواجهة الفكر المتطرف في منطقة متخمة بالصراعات والنزاعات. سفارة مصر بفرنسا تنظم حفلا بباريس لإطلاق استعدادات إقامة معرض عن تاريخ قناة السويس. نظمت السفارة المصرية بفرنسا اليوم حفلا لإطلاق استعدادات إقامة معرض عن تاريخ قناة السويس بمقر معهد العالم العربي بباريس. كان في مقدمة الحضور رئيس معهد العالم العربي بباريس ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج ووزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبد النور وعدد من رؤساء الشركات الفرنسية الراعية لهذا الحدث الذي يحظى باهتمام كبير في الأوساط الثقافية الفرنسية. رحب السفير المصري بباريس إيهاب بدوي بالحاضرين وأكد أن معرض قناة السويس المرتقب هو امتداد للتعاون الثقافي وانعكاس للروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين. وقال بدوي إن السفارة المصرية بفرنسا لن تدخر أي جهد وستضع كافة إمكاناتها لإنجاح المعرض وخروجه في أفضل صورة. من جانبه أشار رئيس معهد العالم العربي جاك لانج إلى ترحيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله له بالقاهرة في يناير الماضي بفكرة إقامة معرض في باريس يجسد ملحمة قناة السويس عبر التاريخ، ونوه أيضا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الشعبي والرسمي وإلى حرص الرئيس فرانسوا أولاند على حضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس من عام 2015. وأوضح لانج أن المعرض لم يركز فقط على التاريخ بل سيسلط الضوء على آفاق التنمية الواسعة المتاحة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة والمنطقة الصناعية العملاقة المحيطة بها. ومن المقرر أن يقام المعرض في باريس من مارس إلى سبتمبر من عام 2018 قبل أن ينتقل بعدها إلى مارسيليا مع إمكانية تنظيمه في القاهرة في العام التالي تزامنا مع ذكرى مرور 150 عاما على إنشاء قناة السويس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة الوزير منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق، برحب بحضرتك سيادة الوزير. أهلا بك يا وزير التجارة والصناعة السابق بس مش بعد. نعم سيادة الوزير، أهمية هذا المعرض معرض عن طريق قناة السويس في باريس ثم سينتقل بعد ذلك إلى مارسيليا، أهمية هذا المعرض يا فندم؟ هي في هذا المعرض في هذا التوقيت بالتحديد يلقي النظر إلى تاريخ قناة السويس وأهمية قناة السويس بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم والتجارة العالمية. نعم. وبيلقي أيضا الضوء على مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تنشأ حاليا حول قناة السويس وما تمثله من فرص استثمارية عظيمة للشركات العالمية. ومن فوائد بالنسبة للتنمية في مصر. فالحقيقة المعهد العربي بيقوم بدور هايل في يعني النشر أهمية الأخبار
خاصة بأهمية هذا المعرض. والسفارة المصرية كانت داعية النهاردة ب 16 رئيس شركات من كبرى الشركات الفرنسية لإلقاء الضوء على المعرض ومطالبة هذه الشركات بمساندة هذا المعرض من خلال مساندة مالية للمعهد العربي. استجابة الشركات الحقيقة كانت واضحة جدا وتقديرها لأهمية هذا المعرض والأهمية رسالة قناة السويس والفرص التي تمثلها المنطقة الاقتصادية الخاصة حول قناة السويس بهذه الشركات الفرنسية هي كان واضح جدا. فالمعرض زي ما سعادتك تفضلتي سيفتتح إن شاء الله في شهر مارس 2018 وإنما الاستعدادات لإقامة هذا المعرض تسير على قدم وساق من الآن في أدق تفاصيلها الفنية ومن حيث المعروضات التي ستعرض في هذا المعرض من وثائق خاصة بتاريخ إنشاء القناة ثم من وثائق خاصة بتأمين القناة سنة 56 وما تلا التأمين من جهود لتوسيع وتعميق قناة السويس ثم طبعا التفريعة التي افتتحت في شهر أغسطس من العام قبل الماضي. نعم. طب سيادة الوزير فكرة استثمار هذا المعرض كفرصة للترويج للمنطقة الصناعية المحيطة بقناة السويس الجديدة، فكرة استثمار هذا الحدث في الترويج إلى هذه المنطقة وجذب المستثمرين من الجانب الفرنسي لهذه المنطقة؟ يعني هذا المعرض يعني له تأثير مباشر على عملية الترويج للمنطقة الصناعية والحقيقة جزء من هذا المعرض سيتناول التفاصيل الخاصة بالمنطقة الصناعية. يعني احنا نتكلمش فقط عن التاريخ انما ايضا عن مشارف المستقبل واماله وفي اطار هذه الامال تنمية المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة وما تمثله من فرص للمستثمرين من ناحية الاجانب والمصريين ومن أمام للتنمية الشاملة في مصر. نعم سيادة الوزير منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية من حلقة اليوم من القاهرة. بعد الفاصل نلتقي بالوقفة الحوارية الأولى ابقوا معنا. في إطار حرص الدولة المصرية على إنشاء تحالفات مع دول الجوار اجتمعت اللجنة العليا المصرية اللبنانية والتي تمثل خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والصناعي، الأمر الذي تنعكس آثاره إيجابا على زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والوزير اللبناني عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية والذي شهد التوقيع على 17 وثيقة واتفاقية بروتوكول للتعاون بين البلدين بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني سعد الحريري، وزير التجارة والصناعة اللبناني رائد خوري أكد على أن المناقشات خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة شملت المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعة والصناعة والنقل والطاقة والآثار والبيئة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعاون الأمني والقنصلي وغيرها من المجالات. من جهته أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أنه تم التوقيع مع نظيره اللبناني على مذكرة تفاهم بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبناني بهدف تبادل المعلومات بشأن منتجات وخدمات الشركات المصرية واللبنانية بهدف الترويج لها والتأكيد على آليات الترويج والتوسع في مجالات التدريب بالتكنولوجية المتعلقة بكل مجالات التجارة الإلكترونية.
مضيفا أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في كلا البلدين في القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق حماية حقوق كافة أنواع الملكية الفكرية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتدريب الكوادر في هذه المجالات. مشاهدينا الكرام، مجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى. وكما تابعنا في التقرير السابق انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري اللبناني، لعل زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري للقاهرة زيارة مهمة تدفع قدما بالعلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة. للمزيد حول هذا الموضوع والقراءة في هذا الملف، يسعدنا أن يكون معنا في استوديو من القاهرة في هذه الوقفة الحوارية الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد واستاذ التمويل. برحب بحضرتك. اهلا بك يا فندم. دكتور مدحت، بداية اهمية اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية وانها تنعقد بعد سنوات، 7 سنوات تحديدا من التوقف، كيف ترى اهمية هذه الاجتماعات وايضا منتدى الاعمال المصري اللبناني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة العلاقات المصرية اللبنانية يعني نحن في حلم ان نذكر انها قديمة ضاربة في القدم، نذكر منها حتى في الحديث في التاريخ الحديث حقبة ما بعد الانقلاب الفرنسي ان مصر كانت المؤسسة للميثاق الوطني وللوفاق الوطني الذي ساد لحقبة ما بعد الانقلاب الفرنسي برعاية من النحاس باشا في الاربعينات، لما استضاف السيد رياض الصلح والسيد بشار اخوي. منذ ذلك التاريخ هناك علاقات طيبة جدا على كل الأصعدة، لكن يظل الملف الاقتصادي في الفترة الحالية هو الآن الداعم أو المحرك الأساسي والوقود الحقيقي لهذه العلاقات. لماذا؟ نعود قليلا إلى العام الماضي مثلا، رأينا تدشين مبادرة مصر ولبنان إلى أفريقيا، وهي مبادرة جيدة للغاية ممتازة، يعني فكرة أن نقتحم الأسواق الأفريقية الخصب الجديدة استثمارا وتجارة بالاتفاق وبالتعاون المصري اللبناني كانت مهمة جدا. فكرة أن يكون رجال الأعمال هم الذين يقودون القاطرة وأن تقوم الدولة فقط أو الدولتين أو يقوم الدولتان بتذليل كافة العقبات أمام هذا التوافق وهذا الاتفاق بين رجال الأعمال عبر بقى تشكيلات مختلفة، فلنسمي ما شئنا، يعني حتى اللجنة العليا المشتركة وما فيها من تمثيل رسمي يظل التمثيل الرسمي هو المكمل، لكن رجال الأعمال يعني القطاع الخاص هو الذي يقود هذه المبادرات. نعم. طب فكرة يعني أن تأتي هذه الاجتماعات برئيس وزراء لبنان، وهذه زيارة بتأتي بعد زيارة لرئيس لبنان الجديد ميشيل عون، فكرة زيارات المتلاحقة يعني من شهر كانت زيارة ميشيل عون والآن يعني الرئيس الوزراء سعد الحريري، بتشوفها ازاي؟ بشوفها استعادة طبيعية لمصر لوضعها الإقليمي، يعني خاصة في حالة التشرذم العربي القائمة وحالة الفوضى غير الخلاقة السائدة هنا وهناك، تظل مصر الحمد لله ما زالت الملاذ الأخير فيما يتعلق بالمكون العروبي المتصل بالعلاقات العربية العربية المشتركة. هذا التكتل يعني حتى انضمام، يعني يمكن نسينا نقول انضمام لبنان إلى اتفاقية أغادير لتجمع مصر وتونس والمغرب والأردن كان مهمة، يعني مهمة في إطار تنمية التجارة المشتركة، ومهمة لأنها تجمع الدول الأكثر استقرارا في أعقاب يعني حركات الحراك الكثيرة التي يعني فلنسميها حراكا التي تحدث في هذه الأوقات. نعم. احنا نذهب لمتابعة موجز لأهم أخبار الساعة مع الزميلة ريهام الدين، ثم نعاود الحوار مع الدكتور مدحت نافع، ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام مجدد التحية بحضراتكم وضيفي في هذه الوقفة الحوارية دكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، بجدد التحية بحضرتك. أهلا بك. دكتور مدحت، كنا بنتحدث قبل موجز أخبار الساعة عن العلاقات المصرية اللبنانية وأنها يعني ممتدة منذ سنوات طويلة، لكن نوعية فروع الاقتصاد المتوقع أن يتم تنميتها في الفترة القادمة والتعاون أفاق التعاون بين البلدين؟ أعتقد التركيز هيكون على تنمية التجارة وهيكون على الاستثمارات المتبادلة. يعني حتى الأهداف التي وضعت أمام اللجنة وصول حجم التجارة البينية إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار في خلال عامين، ده هدف طموح وجيد، خاصة واحنا بنتكلم على حجم التجارة حاليا ما بيوصلش 900 مليون دولار. طبعا يميل الميزان أو ميزان التجارة يميل لصالح مصر، ودي من الحالات النادرة اللي بيميل فيها ميزان التجارة لصالح مصر، التجارة البينية. نحن نصدر للبنان تقريبا الحديد والصلب ومنتجات خام كثيرة ومنتجات زراعية خام زي البطاطس وخلافه، ونستورد أمور بسيطة يعني منتجات بسيطة زي التفاح زي الكرتون زي الأوراق الورق زي الكتب. وأعتقد أن من أهم أهداف لبنان في مصر هو يزود كمان صادراته إلى مصر في المقابل، لكن الهدف المشترك والمصلحة المشتركة التي يمكن تنميتها هو رفع قدرات مصر التصديرية ولبنان التصديرية لأفريقيا على سبيل المثال في إطار المبادرة التي تحدثنا عنها. طب فكرة مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا، يعني لبنان تحتاج إلى الأسواق الإفريقية كما تحتاج إليها مصر، وماذا يمكن أن تقدمه لبنان من منتجات تحتاجها الأسواق الإفريقية تكون مصر معبر لها؟ مصر مفتاح أفريقيا، يعني جغرافيا هي مفتاح أفريقيا وتاريخيا هي مفتاح لأفريقيا، والعلاقات المشتركة أو البينية الأفريقية المصرية الأفريقية جيدة جدا يمكن البناء عليها من أجل الوصول إلى واستخدام مجالس كثيرة جدا، مجالس أعمال مصرية متخصصة في أماكن مختلفة في أفريقيا ومناطق مختلفة في أفريقيا، استخدام هذه المجالس من أجل تنشيط التجارة التي يكون فيها لبنان طرفا، ده هدف جيد بالنسبة للبنان وبالنسبة لمصر أيضا، لأننا حقيقة الأمر محتاج إلى تعاون مشترك مع دول لديها قدرات تسويقية جيدة، لديها قدرات تجارية ومهارات تجارية معروفة عبر التاريخ. يعني دكتور مدحت، يمكن كان في زيارة الشهر الماضي بعد زيارة الرئيس ميشيل عون للقاهرة، كان في زيارة للدكتورة سحر نصر للبنان، التقت خلالها بنتين من رجال الأعمال المصريين اللبنانيين وتحدثوا عن إمكانية زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر والاستثمارات المصرية في لبنان. إلى أي مدى يمكن أن ده يحقق طفرة أو يعني نقلة نوعية في اقتصاد البلدين، وجود تعاون ما بين البلدين دول أو شراكة اقتصادية؟ الاقتصاد اللبناني كما نعلم جميعا ليس كبيرا من حيث الحجم، لكنه يعني لأننا نتحدث عن ندرة في العلاقات البينية العربية، وحتى لما بنقول حجم التجارة البينية العربية كلها لا تزيد عن 10% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية، فهذا رقم الحقيقة مخزي. فكلما استطعنا أن نزيد من حجم التجارة نزيد من الاستثمارات المشتركة فهذا أمر جيد جدا. أنا أنظر إلى العلاقات الاستثمار المشتركة إلى أبعد من ذلك، أنظر في إطار تكامل عربي أكبر شوية. طبعا التكامل بالشكل اللي احنا بنطمح اليه وننظر له عبر التاريخ يعني قد لا يكون سهلا في هذه الاوقات يعني، لكن على الاقل شيء من التكامل. ماذا لو على سبيل المثال لديك راس مال خليجي وعماله مصريه وارض سودانيه، تستطيع ان تنتجي يعني او يصبح لديك مشروع سله لغذاء العالم كله. نعم. على سبيل المثال هذا مثال صغير لمشروع اقتصادي بعيد عن السياسة لكل الاطراف. يعني معظم العقبات التي تقف حاليا امام وتقف من فترات طويله الحقيقه امام التكامل او اي محاوله للتكامل الاقليمي العربي البيني بتبقى عقبات يا اما سياسيه يا اما مذهبيه يا اما طائفيه، يعني من هذا النوع. يعني فكره السياده او سياده الدوله بمفهومها القديم التقليدي ما زالت طاغيه عند كثير من الاقطار، فكل ده يجب ان يزلم، يجب ان يكون مفهوم راس المال وحريه انتقال راس المال والعماله موجود. فكره ان تكون الهدف ليس فقط ان دول الفائض تعطي لدول العجز، دي علاقه غير صحيه ما تدومش. نعم. يعني مش قائمه او لا تستدام، يعني مش قائمه على مصالح مشتركه. فكره ان تقوم العلاقات على مصالح مشتركه بينيه، ان تكون هناك مشروعات محدده تستطيع ان تدخل فيها عناصر الانتاج المختلفه من راس مال لعمل لارض لخبرات
التكنولوجية لتنظيم كل هذه العناصر إذا دخلت في مشروعات مشتركة، ولتكن مثلا إقليم قناة السويس يعني جغرافيا مناسب جدا ولوجستيا مناسب جدا ولديه كافة الإمكانات ولديه كافة الطاقات التي يمكن أن تستوعب وتستضيف هذا النوع من المشروعات في الفترة القادمة، وليكن للشعب اللبناني نصيب في هذه المنطقة من الاستثمار ومن التجارة ومن خدمات اللوجستية. طب يمكن حجم الاستثمارات اللبنانية اللي بتستثمرها في مصر 1.2 مليار دولار، الرقم ربما ما يكونش كبير، لكن الترتيب بتاع لبنان وسط الدول اللي بتستثمر في مصر بتأتي في الترتيب ال13، يعني يمكن بتأتي بعد لبنان ألمانيا، يمكن متأخرة 10 مراكز، وألمانيا يعني قوة اقتصادية عالمية، يعني مش محدش يجهل ذلك. لكن فكرة وجود هذه الاستثمارات رغم ان حجم الاقتصاد اللبناني اصلا مش اقتصاد ضخم، حضرتك بترى ازاي؟ يعني اولا ارى ان القيم دي كلها يعني الحقيقه يعني تعتبر هزيله للغايه، لان احنا بعد ما بنرجع يعني اول ما ننزل عن المركز الخامس للدول المستثمره في مصر الحقيقه الاستثمارات بتبقى ضعيفه، ونحن الان يعني نستهدف زياده الاستثمارات الاجنبيه المباشره التي تحقق اهداف التنميه المستدامه والنمو الاحتوائي لمصر، مش اي استثمار، برضو الناس تبقى فاهمه ايه الاستثمار المستهدف او المستهدف جذبه. فكل ده جيد، واحنا الحقيقه ضمن الانكتاد او تقرير الانكتاد الاخير صنف مصر انها الدوله الاولى في 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 2016 التي استضافت استثمارات اجنبيه حوالي 6.8 مليار دولار، المقصد الاستثماري الاول يعني، ده مؤشر مهم. اي نعم هناك كثير من الاموال انفقت في مجال الاستخراج يعني مجال الصناعات الاستخراجيه، لكنها تظل صناعه وتظل استثمارات تدخل البلاد. لكن لما نيجي نتكلم عن هذا فانا بنظر اليه برضو في اطار ان مصر لم يكن لها في اي فتره من فترات تاريخها اطماع سياسيه او اقتصاديه في لبنان. وهذا يجعل الشعب اللبناني طواق أن يتعامل مع الشعب المصري وأن يستثمر في مصر وأن يستقبل استثمارات مصرية كلما أمكن هذا طالما أن الأمور تسمح بها. وأعتقد أن القوى الناعمة المصرية كانت تلعب دورا هاما جدا في توطيد هذه العلاقات عبر التاريخ، في الصحافة المصرية اللبنانية، الأهرام نفسه يعني أعظم قلعة في المنطقة، ويمكن في لم يكن أحد أعظم القلاع في العالم في مجال الصحافة مصرية لبنانية في التأسيس. لما نتكلم على الأفلام المصرية كنا نرى يعني الممثل اللبناني يمثل في الأفلام المصرية وهكذا. الآن نحن كنا نتحدث حتى في الفاصل نتحدث عن الدور اللبناني في يعني مجال الأخبار ومجال الميديا مجال الإعلام بصفة عامة، والدور المصري أيضا الذي لم يغب أبدا. هذه الأمور كلها أيضا مجال خصب الاستثمار والاستثمار المشترك، يعني يجب أن يلتفت إليها وأعتقد أن يلتفت إليها. ده يأخذنا دكتور مدحت، يعني إيه مميزات المستثمر اللبناني عن غيره من المستثمرين؟ هل المستثمرين على مستوى العالم كلهم زي بعض ولا بيبقى لهم مجالات تخصص أو طبيعة مختلفة في ممارسة الأعمال؟ ده سؤال مهم جدا، لأن إحنا حينما نستهدف الاستثمار يجب أن يكون هناك فرق عمل، وهذه الفرق يعني تكون متخصصة جدا في ذوق المستثمر الذي تستهدفه، في المجالات التي يريد أن يستثمر فيها، في العقبات التي يخشاها من استطلاعات رأي مختلفة تذهب إلى المستثمر وتنتظر أن يأتي إلينا، في كيف يرى البلد، كيف ينظر البلد. أعتقد معظم المستثمرين ينظرون إلى البلاد أول ما يدخلوها لحالة المرور مثلا، ينظرون إلى أمور متعلقة بالأمن وما إلى ذلك، كيف نستطيع أن نوصل لهؤلاء حالة من التحسن، كيف يعني نتجنب عقبات ومشكلات متأصلة ومترسخة ما نعرفش نعالجها كلها في وقت واحد بالمناطق الجديدة وتنظيم مناطق اقتصادية جديدة ونجذب فيها مستثمرين. كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة في إطار خطة عامة، خطة استثمارية عامة وشاملة. وأعتقد أن الدكتورة صاحب نصر لديها الفكر ولديها الخبرة في مؤسسات التمويل وخلافه التي تسمح لها ببناء هذه الاستراتيجية العامة للاستثمار في وقت قصير. طب فكرة البيئة الاستثمارية في مصر الآن ونحن في انتظار قانون الاستثمار الجديد، حضرتك شايف إزاي البيئة الاستثمارية إلى أي مدى هي مشجعة للمستثمر الأجنبي سواء كان لبناني أو من أي دولة أخرى؟ بيئة الاستثمار في مصر الحقيقة ينظر إليها خطأ باعتبارها البيئة التشريعية فقط أو البنية التشريعية فقط. من وجهة نظري المتواضعة يعني أن قانون رقم 8 الحالي قانون كافي جدا لاستقبال كافة أنواع الاستثمارات، وأن العقبة الحقيقية وباعتراف وبإقرار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في مداخلة معي في برنامج من البرامج أن العقبة في تنفيذ القانون، وهذا التنفيذ يمكن أن يعني يصطدم بماذا؟ يصطدم بالبيروقراطية
يصطدم بصعوبات متعلقة بطبيعة الموظف اللي قاعد على الشباك بتصريح بفترات طويلة يأخذها تصريح والتراخيص وما إلى ذلك. كل ذلك قابل للحل وقابل بأن يدار وفق آلية لإدارة المخاطر المؤسسية ولإدارة المؤسسات بشكل علمي بعيدا عن القانون. بالعكس أعتقد أن الاستقرار التشريعي من أهم المقومات التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي قبل أن يدخل البلد، ومش عايز يشوف قانون كل يوم أو كل حتى سنة. حتى ولو كان هذا القانون بيصب في صالح المستثمر، يعني ما هو ما زين بقول لحضرتك، أنا من وجهة نظري أن القانون الحالي يصب أيضا في مصلحة المستثمر على فكرة، وأي تعديل مطلوب فيه أنا مستعد أطلع لحضرتك المادة اللي موجودة فيه دلوقتي اللي ممكن تسمح بها، لكن ده موضوع فرعي. اللي عايز أقوله إن إحنا فليصدر هذا القانون إن شاء الله وننتهي منه، لكن حينما يصدر علينا أن نبقي عليه فترة طويلة وأنه يترجم بلغة إنجليزية وفرنسية وكل اللغات بشكل سهل وبشكل مختصر. 114 مادة كتير جدا وبالنظري 114 مادة في قانون كتير، وسمعت إن هم عايزين يعملوا قانونين، احنا عايزين موحد، عايزين قانون موحد، فهو عايزين قانون لحوكمة المؤسسات القائمة على الاستثمار وقانون آخر لحوافز الاستثمار. يعني في النهاية لما تنظري إلى المقصد التشريعي له قد نرى أن الإبقاء على قانون هو يمكن الحوكمة دي مرتبطة بالجوانب التي لا تخص المستثمر صحيح. ولكن ضابطة لإيقاع العمل والمؤسسات التي تعمل لمزايدة الاستثمار لو في جهة ترويج ما إلى ذلك، وهذا فكرة لا بأس به. لكن أنا بتكلم على أن احنا كنا نبحث عن قانون واحد، فإذا حينما وجدنا صعوبات عند التطبيق أو عند وضع القانون لجأ الشارع إلى أن سنفصل. فقد ربما، وأقول ربما يعني وده رأي يعني في قابلة ما رأي بخطأ يعني، لكن أنا أرى أنه من الممكن أو من المحتمل أن نجتذب الاستثمارات بأي إطار تشريعي قائم، خاصة وأن الإطار التشريعي الموجود في مصر مناخ تشريعي ملائم للغاية. إذا كان عندي مشكلة ستكون عندي مشكلة في أوضاع متعلقة بالمرور، متعلقة بالإجراءات، متعلقة بالتراخيص، متعلقة بالبيروقراطية، وهذه أمور صحيح ممكن تأخذ وقت، لكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية سيتم التغلب عليها بسرعة. طب دكتور مدحت، يعني مصر ولبنان وقعت 7 وثائق في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، يمكن كم وثائق كبير بيتم توقيعه في اتفاقيات وشراكات مع دول عدة، ولكن فكرة تنفيذ هذه الوثائق على أرض الواقع، يعني أفاق تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات، وبيكون في أمال طموحة جدا بالنسبة لأفاق التعاون، لكن ما يتم إنجازه بالفعل ليس على قدر التوقعات أو المأمول منه. يعني هي بتبقى شرط ضروري وليس كافي، يعني شرط ضروري أن يكون عندك اتفاقيات إطارية، ضروري يكون عندك مذكرات تفاهم، ضروري يكون عندك يعني نوع من أنواع يعني العقود التي تحكم طبيعة مشروع معين أو مبادرة محددة. لكن زي ما حضرتك تفضلتي، المهم أن تتوافر المتابعة الجيدة، متوافر إرادة لإنفاذ هذه التعاقدات والاتفاقات. وأعتقد أن الإرادة متوفرة، يعني إذا كان الرئيس بيجي وبيجي بعدين رئيس الوزراء، وإذا كان فيه اهتمام وفيه لجنة بتجتمع بشكل دوري زي ما عملنا قبل كده لجنة مع المملكة السعودية وكانت موفقة للغاية. اللجان دورية هذه اللجان لابد أن تنتج وأن تثمر، لأنها مشكلة المرة الواحدة أو اللقطة الواحدة أنها تكون إعلامية أكثر منها منتجة، لكن حينما يكون هناك متابعة مستمرة سيكون هناك إنتاج بالتأكيد، خاصة إذا كانت المتابعة على مستويات يعني مش بضرورة تنفيذية، مستويات رجال أعمال الناس ما بتضيعش وقتها ولا فلوسها. فلما يكونوا موجودين بوجود أو بحضور المسؤول السياسي والمسؤول الإداري الذي يذلل العقبات فقط ولا ينشئ التعاقدات ولا ينشئ الاتفاقات ولا ينشئ المصالح المشتركة، يذللها ويساعدها على تسييرها بالشكل المناسب، أعتقد أنها ستكون جميعا في موضع التنفيذ في الوقت في وقت قريب إن شاء الله. إن شاء الله. طب دكتور مدحت، يعني مصر سوق كبيرة 90 مليون مواطن، يمكن تعتبر بالنسبة لأي يعني تجارة أو تجاري بيفكر أن ده سوق واعدة ممكن تستوعب حجم كبير من التجارة، لكن حجم التجارة البينية ما بين مصر ولبنان يمكن محدود، يعني 883 مليون دولار في عام 2016. إيه اللي بيحكم دايما العلاقات ما بين الدول في يعني
مجال التبادل التجاري بيكون كبير او انه يكون محدود بهذا الشكل؟ امور كثيره جدا، يعني زي ما قلت لحضرتك التجاره البينيه العربيه كلها للاسف ما زالت 10% من اجمالي التجاره الخارجيه للدول العربيه. هل ده بسبب ان ما بينتجش الدول العربيه الاحتياجات؟ بالظبط، يمكن هياكل الانتاج، هياكل الصناعه داخل هذه البلاد، سواء الصناعه الانتاج الخدمي او الانتاج السلعي، ما زالت يعني تعتمد بعضها يعتمد على الصناعه الصخريه وتصدر مواد خام فقط، بعضها اقتصاد متنوع زي الاقتصاد المصري، لكن عندنا مشكله انتاج، يعني عندي مشكله اشباع السوق المحلي، فلازم يبقى عندي فائض بعد ما اشبع السوق المحلي عشان اعرف اصدر، فدي مشكله، عندي ازمه انتاج وبنقولها دايما، وبنقول ان مشكله الاسعار عندنا والمشكلات الكثيره اللي بنتكلم عنها ما هيش مشكله دولار، هي مشكله انتاج في الاساس، لو انا عندي انتاج كافي مش هحتاج دولار كتير عشان استورد وما الى ذلك، ومش هيبقى عندي الانفليشن اللي حصل دلوقتي او معدل التضخم اللي شايفه. يبقى انا عندي مشكله انتاج في مصر وفي الدول العربيه وفي الدول كلها على فكره، حتى دول الغنيه الثريه في دول الخليج عندها مشكله انتاج، لان انت لو شلت المنتج الواحد اللي بيعتمدوا عليه او لو تعرض لضربات عنيفه زي اللي حصلت من 2014 في البترول، فبتواجه هذه الدول مشكلات كبيره جدا. ليه كنت اقول وانا اواجه واوجه الكلام للدول الخليجيه وما زلت ولا امل من هذا، بقول لهم احنا مش عايزين مساعدات خالص، احنا عايزين نساعدكم. نساعدكم ازاي؟ انتم لديكم فوائد بتروليه وفوائد رؤوس اموال ولدينا اقتصاد متنوع جدا. متنوع جدا، تستطيع ان تستثمر في هذا الاقتصاد. الأقرب إليك ثقافة وجغرافيا ومن كل النواحي والأسهل في التعامل، ثقافة مهمة، الثقافة المشتركة واللغة المشتركة دي مهمة جدا، مش عايز أقول الدين المشترك لأنه زي ما بيكون عنصر يعني وفاق هو عنصر، يبقى أنا بوافق إنه يبقى عنصر تشتيت وتمزق ودخل مذهبية وما إلى ذلك، لا نتكلم على الثقافة وعلى التاريخ المشترك، نستطيع أن نكون السوق الأقرب إلى الفوائد الرأسمالية الموجودة هناك التي تدر عليهم أكثر مما ستدر على مصر. نعم، طب فكرة البناء على وجود شراكات، يعني شراكة ما بين دولتين ربما يبنى عليها من دول أخرى وتخلق ما يسمى بالتكتلات الاقتصادية، صحيح. إلى أي مدى ممكن البناء من العلاقة ما بين مصر ولبنان وممكن دخول أطراف أخرى من دول عربية ذات فوائد نفطية أو غيرها في أنها تدخل في هذه الشراكة وتكون كيان اقتصادي ربما يكون في البداية يعني ليس بالقوة المطلوبة ولكن فيما بعد يعود بالنفع على الأطراف المختلفة وفي نفس الوقت يعني تتضخم حجم إمكانياته؟ هذا ما أرادته لبنان حينما انضمت إلى اتفاقية أغادير واستفادت من حجم التبادل التجاري وال يعني رفع القيود الجمركية وغير الجمركية في بين هذه الدول التي تحدثنا عنها من قبل. نعم. هذا جزء من الانضمام، لكن طبيعة الاقتصاد اللبناني وحجمه يمكن ما يسمحش إن هو مع مصر الواحد ينشئ او يكون نوال، لكن في ظل الظروف السياسيه المرتبكه في المنطقه اي تقارب عربي عربي من اي دولتين هو امر محمود ومطلوب جدا، خاصه مصر بالنسبه للبنان. مصر بالنسبه للبنان ليس فقط مفتاح لافريقيا ولا مفتاح للتجاره، الوضع الجيوسياسي في المنطقه يجعل مصر مهمه جدا بالنسبه للبنان، خاصه وان ما يحدث في سوريا يؤثر على لبنان، على الدخل اللبناني بشكل كبير جدا اكبر من ما نتصور يعني. مصر الان الحمد لله تعود الى دورها الاقليمي، تعود الى دورها الجيوسياسي، تلعب دورا هاما جدا في حسم الصراع داخل سوريا، والمنصة القاهرة لها دور كبير جدا ومهم جدا في المفاوضات الجارية. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل على وجود حضرتك معنا. شكرا. مشاهدينا متواصلون معكم في وقفة حوارية ثانية بعد الفاصل. في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء المرأة حقها من التكريم الواجب نظرا لأهمية دورها في بناء المجتمع واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجياتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الإدماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني. وفي إطار إعلان عام 2017 عاما للمرأة أصدر الرئيس السيسي عدة تكليفات كالآتي: أولا،
تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. ثانيا، تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق تحيا مصر ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي لتحقيق تمكين اقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة. ثالثا، تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 50 مليون جنيه لإتاحة البنية التحتية التي تيسر على المرأة والأسرة حياتها اليومية والقرى الأكثر احتياجا. رابعا، تكليف الحكومة لإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية الخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية. وفي ختام الاحتفال بيوم عيد الأم، أكد الرئيس على أن المرأة المصرية كانت على مدار التاريخ شاهدا وصانعا لمجد هذا الوطن العظيم، مضيفا سيادته أن الجزء الأكبر من عظمة هذا الوطن قد استمده من المرأة المصرية، أم حنونة وزوجة وفية وأخت فاضلة وابنة تملأ الدنيا سعادة وبهجة. فالمرأة على الدوام الرقم الأهم في المعادلة الوطنية واللون الأكثر بهجة في لوحة الأم المصرية الرائعة. وأكد الرئيس أن المرأة المصرية لعبت دورا بارزا في المجتمع المصري منذ أن شرع أجدادنا في بناء الحضارة الإنسانية، وعلى مدار العصور كانت الزوجة ظهيرا لزوجها في البناء والزراعة وملاذا حنونا له حين تطغى على كاهله الأزمات، والمعلمة الفاضلة للأبناء وناقلة الحكمة للأحفاد، وامرأة عاملة منتجة مساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. الأم بدعائها. احتفالية مهمة للمرأة المصرية واعتبار عام 2017 عاما للمرأة المصرية، حدث مهم واهتمام يمكن مش جديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام والتقدير الكامل للمرأة المصرية. حول القراءة في تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المرأة في الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات أول أمس الثلاثاء، هيكون معنا في هذه القراءة الأستاذة ناهد متواني المنشوي الكاتبة الصحفية بالجمهورية وعضو المجلس القومي للمرأة. برحب بحضرتك يا أستاذة ناهد. يمكن حضرتك في الفاصل قلتي لي ان اهتمام حضرتك بالمرأة المصرية ممتد عبر 40 عام. خلال 40 عام توصفي لي او تقيمي لي وضع المرأة المصرية الان مقارنة بالاعوام السابقة واهتمام رأس الدولة بالمرأة على مدار الاعوام السابقة. الحقيقة المرأة المصرية كان فيه تطورات في من عهد عبد الناصر لغاية دلوقتي. في عهد عبد الناصر اهتم بالمرأة المصرية وطلع أول قانون للمشاركة الانتخابات كان 56. القانون ده المرأة تشارك في انتخابات البرلمان، وده كان أول مرة يطلع هذا القانون لأن كانت قبل كده ممنوعة من الاشتراك في الانتخابات. دخلت أول واحدة ست دخلت المجلس البرلمان كانت راوية عطية وكانت معروفة بنشاطها وكده. قبلها بقى قبل 56 المرأة كانت بتشارك برضو، يعني سنة 1919 وده سبب يوم المرأة المصرية اللي نحتفل بيه 16 مارس. ايه السبب؟ السبب ان في مارس 16 مارس بالظبط هدى شعراوي قامت زعيمة المرأة قامت معها 300 سيدة وعملوا مظاهرات بيطلبوا بالاستقلال زي الرجال بالظبط. فنزلوا عملوا مظاهرات والمفاجأة ان الرجالة وقفوا جنبهم في المظاهرات اللي بتطالب بالاستقلال. بعدها طلبوا بقى بالتعليم المرأة ودخولها الجامعة، كل الحاجات دي جت، والزواج ومنع الزواج والعقود، كل الحاجات دي جت بعد ما اشتركت في مظاهرات ضد المحتل وبتطالب بالاستقلال. وسقط في اليوم ده 16 مارس شهيدات في المظاهرات دي، سقطت 4 شهيدات.
من هنا بدأت المرأة تأرخ تاريخها. من 16 مارس 1919 بدأ دور المرأة يقوى ويبقى لها دور في السياسة ودور في المجتمع ودور في الأسرة. يعني دورها بعد كده تنوع ودخلت البرلمان ودخلت الوزارة. كان عندنا أول سيدة دخلت الوزارة أيام برضو عبد الناصر دكتورة حكمة أبو زيد. وبدأت المرأة تبدأ مسيرتها في العمل السياسي والعمل الاجتماعي وتبقى جزء من قوة العمل. يعني الثورة 52 منها ابتدى ابتدى المشوار. لا يمكن ابتدى وضع المرأة في المكانة اللي تستحقها بحصولها على حق الانتخاب وايضا انها تكون نائبة في البرلمان ووزيرة. يعني كل ده جه بعد الثورة بعد كده. طب فكرة يعني اهتمام الرئيس يمكن هي لفتة بروتوكولية شوية ان الوقوف في بداية الاحتفالية يوم الثلاثاء الماضي تقديرا واحتراما للمرأة المصرية. هقولك ليه. الرئيس السيسي شاف المرأة في مصر المرأة المصرية بتضحي. المرأة المصرية هي أم الشهيد اللي هو بيضحي الشهيد اللي بيقع في العريش وبيقع في سينا. هي الأم واللي دايما بتتكلم وتقول أنا بقدم أولادي فداء للوطن، أنا علشان مصر بعمل كل حاجة عشان خاطر مصر. فالرئيس السيسي فعلا اعتبر أن ده تقدير منه لها أنه يحاول أنه يديها جزء من حقها من حقها. وبالذات انت شفتي في الانتخابات، انتخابات الرئاسة، انتخابات البرلمان، انتخابات الاستفتاء، كانت طوابير المرأة اكتر من الرجل. نعم. المرأة بقى عندها وعي سياسي انها بتنزل اكتر من الرجل. يعني الرجل ممكن ما ينزلش انتخابات، المرأة تنزل. نعم. وفي 30 يونيو لما قامت الثورة بتاع 30 يونيو ضد الاخوان هي كان صوتها هو اللي في الميدان يعلو عن صوت الرجل. لو رجعتي للمظاهرات 30 يونيو هتلاقي اصوات النساء هي اللي بتطغى على اصوات الرجال. نعم. فالمرأة دائما بتضحي من اجل الوطن وبتضحي في البيت كأم من اجل اولادها، فهي دائما المضحية ودائما هي اللي معطاءة وبتجي في. وعشان كده الرئيس قام بتكريمها في كل المناسبات وكل الخطب هو بيكرم المرأة المصرية وبيقدرها. نعم. طب عام 2017 اطلقوا كعام للمرأة المصرية. ماذا ينتظر ان يتحقق للمرأة المصرية في عام 2017 في ضوء تكليفات اربعة قدمها الرئيس في هذا الاجتماع الاخير او هذا المؤتمر؟ بس 2017 لما المجلس القومي للمرأة نادى دي يبقى عام للمرأة المصرية ووافق الرئيس السيسي يبقى عام للمرأة المصرية. المرأة المصرية في مشاكل ومعوقات كثيرة بتقف قدامها، منها مثلا التمكين الاقتصادي للمرأة. المرأة المصرية لو تحسبي نسبة المرأة في قوة العمل هتلاقيها حاجة 20% 22-23%. المرأة علشان تبقى حرة وعلشان يبقى عندها وعي سياسي لازم تبقى عندها استقلال اقتصادي، وده اللي حصل بعد كده. ان احنا بدأ في الدكتورة غادة واني في وزارة التضامن تعمل تكافل وكرامة وتدي للستات المعينات والفقيرات تديهم معانا كل اول شهر علشان يربوا اولادهم وعلشان يبتدوا انهم يعيشوا حياتهم. وبدأت كمان المشاريع تنمية المرأة. انت عشان تدي للمرأة كل حقوقها تبتدي بالتمكين الاقتصادي. في السنة دي المفروض اتعمل ميزانيات من اجل مشاريع للمرأة متناهية الصغر على اساس المرأة تقوم بمشروع ويقوموا بتسويق الحاجات اللي بتعملها والمنتجات وكده. فده يبقى بيدي للمرأة دفعة وثقة في نفسها انها بتقدر تنفق، لان نفق البيت دلوقتي الحاجة غالية جدا وغلاء الاسعار، فلازم المرأة تشارك في البيت. فعشان تشارك في البيت لازم تعلميها حرفة مهنة اي شيء تقدر تجيب بيه فلوس، وخصوصا ان المرأة نسبة تعليم المرأة اقل من الرجل. ونسبة البطالة بالنسبة للمرأة اللي هما خريجات الجامعة والمدارس وكده ضعف الرجل. يعني ما يكون مثلا البطالة عندنا 12% تلاقي البطالة عند المرأة الفتيات 24%.
26% ضعف الرجل البطالة. ف 2017 بداية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بداية لبث الوعي للمرأة، بداية انك انت تشغلي المرأة وتبقى مفيش بطالة، بداية ان احنا نحاول ندي يعني نهدي للمرأة شيء قدام التضحيات وقدام عطائها الكبير. طب الرئيس يمكن من ضمن التكليفات اللي اداها كان تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لعمل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالنسبة للمرأة. إلى أي مدى الرقم ده تحديدا يا أستاذة ناهد ممكن أن هو يساهم في حل مشكلة؟ هو رقم هو كبداية بداية جيدة جدا، بس يجب ان احنا ما نبدأش بالقاهرة. انت شفتي الامهات المثاليات اللي كرمهم الرئيس كلهم من المحافظات. احنا لابد لو بدأنا بالمرأة المصرية نبتدي من الصعيد، لابد نبتدي بالصعيد، الصعيد وبعدين الدلتا والقاهرة والاسكندرية دي اخر حاجة. لان القاهرة والاسكندرية في وعي وفي اجزاء وفي المرأة عارفة بحقوقها وعارفة واجبتها، لكن احنا في الصعيد محتاجين ان احنا نوعي المرأة، محتاجين ان المرأة يبقى لها دخل ثابت، محتاجين ان احنا نقلل من نسبة المرأة المعيلة. اخر رقم لجهاز التعبئة العامة والاحصاء بيقولك ان نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت لحاجة 30%، يعني هم رؤساء الاسر يعني. رؤساء الاسر اللي هم بيصرفوا على الاولاد وعلى البيت والزوج مش موجود، الرجل مش موجود في الصورة دي. فإحنا بنحاول إن إحنا نحاول إن إحنا ندي حقوق المرأة ونبتدي بالصعيد. وفعلا المجلس القومي للمرأة أستاذة ناهد وحضرتك عضو في المجلس القومي للمرأة، هل أعد خطة لتوزيع هذا المبلغ على المناطق المختلفة على مستوى المجلس؟ الخطة المفروض بتعملها، هم حطوا خطة استراتيجية للمرأة، لكن غادة والي هي اللي عندها كل الأسماء وكل المشاريع الخاصة بالمرأة، لأن في مشروع تكافل وكرامة ده بيبقى فيه جزء كبير تنمية، وجزء مساعدة المرأة عشان ولادها يتعلموا في المدارس، وجزء انك انت تحاولي ان الأولاد ما يتسربوش بالتعليم. انت عارفة الأطفال بيتسربوا بالتعليم، فمن ضمن الشروط عشان تاخد المبلغ 350 جنيه كل شهر على كل طفل، ضمن الشروط ان الابن ما يتسربش بالتعليم، انه يكمل تعليمه، وان الام تقوم بالدور ده بشكل جيد جدا وما بقاش فيه خلاف بين الولد والبنت. انت في الصعيد بتعلمي الولد وما بتعلميش البنت، تقولي اقعدي في البيت انت اخدمي اخوكي واخدمي العيله وكده، فلابد انك انت تبقى في مساواه بين الولد والبنت في الصعيد والدلتا وفي مصر. طب كان من ضمن توجيهات الرئيس ان اعتبار خطة التنمية المستدامة 2030 انها خطة عمل، يعني دي استراتيجية من 2000 انها يتم اعتمادها خطة عمل للعمل في السنوات القادمة. ده معناه ايه يا استاذنا؟ معناه ان من 2017 ل 2030 احنا عندنا استراتيجية وخطة عشان تمكين المرأة. تمكين المرأة ايه؟ تمكينها سياسيا، تمكينها اقتصاديا، ثقافيا، تمكينها في كل شيء. احنا بالنسبة للمناصب القيادية نسبة المرأة برضو اقل، بالرغم ان الرئيس عين اول واحدة ست محافظ، والمحافظ دي احنا كنا بنطالب بيها المرأة والاعلاميات وكده بيطالبوا المرأة محافظ من سنوات، والجمعيات الاهليه بتطالب الوزيرات، عدد الوزيرات زاد عن كل مره، ما بقاش الوزيره هي بس وزيره التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه زي ما كان في اول ثوره في سنه 52 وكده، فبقت المراه وزيره للتخطيط، وزيره للتضامن، في وزيره للاستثمار، في وزاره تعاون دولي، فبقت المراه وزيرة في كذا مكان. لكن برضو نسبة المرأة احنا عندنا 38 وزير، عندنا 5 وزيرات، النسبة برضو قليلة 11% كوزيرة، لكن احنا اعتبرناها خطوة، خطوة عشان المرأة تاخد بقية المناصب القيادية. بالرغم انك انت بتلاقي دلوقتي اكتر الناس المتشددين والمتطرفين ضد ان المرأة تتعين محافظ، ضد ان تعملي عيد الام يقولوا ده ممنوع، كل الحاجات اللي بيقولوها دي طبعا كلها غلط وليست في الاسلام في شيء، لان الاسلام نفسه كرم المرأة
وانصفها. فانت بيجي ناس كده يتكلموا فاحنا محتاجين. المرأة محتاجة ايه دلوقتي؟ محتاجة ان احنا نغير الثقافة المجتمعية اللي موجودة في العرف والتقاليد والثقافة، ودي بتاخد وقت، وقت طويل عشان تغيري ثقافة المجتمع بالنسبة للمرأة، ده وقت بتاخد وقت. هي بتاخد وقت بس نبتدي احنا نبتدي. ايوة، فلو بدأنا على سنة 2030 بإذن الله نكون غيرنا شوية في ثقافة المجتمع، ان هما بيطلبوا ان المرأة ما تبقاش محافظ، ما تبقاش رئيس وزارة، ما تبقاش وزيرة، المرأة مفروض تقعد في البيت تربي الأولاد كفاية عليها أم، في مطالبات غريبة بتطلع. واختام الإناث مثلا، الحاجات العنف اللي بيمارس ضد المرأة، مفروض ان احنا في 2017 نحاول ان احنا نقلل العنف. عنف كبير جدا، واحصائيات محزنة في مسح العنف اللي عمله جهاز التعبئة العامة والإحصاء، طلع ان اكتر من حاجة 60% من النساء في مصر بيتعرضوا للعنف. فبيتعرضوا للعنف اما من الزوج، اما من في الشارع، اما من زملاء العمل، يعني بيتعرضوا للعنف. فلابد ان احنا نغير ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع دي بتاخد وقت، فلو بدأنا في 2017 ممكن نوصل ل 2030 نقضي على عنف بإذن الله. طب يمكن الإحصائيات الخاصة بقضية التحرش مثلا محزنة الحقيقة، حجم الظاهرة في المجتمع المصري انه يكون بهذا الكبر. ما كانش كده زمان، ما كانش زمان في تحرش ولا اقتصاد. وما دلوقتي يقولوا لك ايه المتشددين او المتطرفين؟ يقول لك ايه؟ المرأة تغير لبسها، المرأة عشان مش محجبة، المرأة. طيب لا، هو الحقيقة ان اللي بيتعرض للتحرش المحجبة وغير المحجبة، المنقبة كمان ممكن تتعرض، كل المنقبة حتى التحرش بيتعرض. يعني هي قضية علينا في السبعينيات والثمانينات كنا بنلبس من الجيب، وكنا بنلبس هدوم كاتو، ما كانش بنتعاكس في الشوارع. فايه اللي حصل؟ يعني انت لما تشوفي الافلام ابيض واسود بتاعت زمان هتلاقي البنات لابسين قصيه ولابسين ما بيتعكسوش في الشوارع. اللي حصل ان تغيير في ثقافه الرجل، وبقى التغيير ده جه ان المراه بيبصوا لها على انها مجرد حاجه وعاء للجنس، انها تجيب اولاد وكده بس، ما بيبصوش لها في اي قدرات لها او اي امكانيات لها ممكن انها توصل. طب استاذه ناهد، يعني يمكن في ظل تقدير على مستوى عالي جدا من رأس الدولة للمرأة بيديه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات وفي كل المحافل الحقيقة، في ظل هذا التقدير إلى أي مدى ممكن ده يكون عامل مؤثر وفاعل في تغيير الصورة النمطية للمرأة اللي هي متداولة في الثقافة الدارجة بين مهم جدا. بصي، أهم حاجة الإرادة السياسية. لما يكون في عندنا إرادة سياسية عشان ننظم الأسرة، إرادة سياسية عشان نمكن المرأة، لا يمكن المجتمع. رئيس السيسي عارف كويس أوي المجتمع لا يمكن يتقدم بدون المرأة. المرأة في مصر نسبتها 44 مليون من 92، يعني حوالي النص. فإزاي هتتقدمي وتنهضي بالبلد بدون المرأة ما تشارك؟ لابد إن المرأة تشارك، ولابد إن الناس العادية، الناس اللي في العشوائيات، الناس المتدينين المتعصبين، أو لابد يعرفوا إن المرأة عليها دور زي الرجل تماما، وإن في بعض حاجات مثلا ممكن ما تشتغلش فيها المرأة احيانا، مثلا بالليل قوي احيانا، وكان ده احنا ما بنطالبش بيه. المرأة ما بتطالبش انها تشتغل بالليل. يعني هقول لك حاجة حصلت في التعداد مثلا، انا بتابع التعداد، بكتب عنه عشان بعمل السكان. فجت مايا مرسي قالت للواء ابو بكر جندي، انتوا ليه كتبتوا قلتوا ان التعداد ما يشتغلش فيه ستات بالليل في 6 اكتوبر وكده، ازاي تقول ممنوع الاناث؟ قال لها لا، احنا ما قلناش ممنوع الاناث في المباني وفي التعداد التاني، احنا قلنا في تعداد الناس عشان الست تخبط بالليل بعد الظهر على راجل في الشقه مش عارفين الراجل في ايه. فما ينفعش، لان حمايه للبنات اني ما اشغلهمش في التعداد بالليل، اشغلهم مثلا تعداد المباني. لكن فالمراه مش لازم انها تصر انا لازم اعمل ده واعمل ده واعمل، في حاجات كتير جدا والمراه عندها قدرات وكفاءات ممكن تشتغل فيها.
نعم. طب أستاذ ناهد، وجود عدد غير مسبوق من النائبات السيدات في البرلمان المصري الحالي، إلى أي مدى حضرتك شايفة أن وجود هؤلاء النائبات أثر في العمل النيابي ولا ملهمش بصمة ملموسة؟ لا هقولك حاجة، هو احنا بنبص 90 واحدة لأول مرة بعد الرئيس معين شوية بقوا دلوقتي 90 نائبة في البرلمان. أنا ما أقدرش أقول أحكم عليهم دلوقتي، لكن في النهاية في بعضهم كويسين جدا وعندهم كفاءة ونظرة ثاقبة للأمور كده، والبعض من السيدات ضد المرأة. يعني أنا شفت نائبة في البرلمان طلعت بقانون تقول لك لا الأولاد مثلا ما يبقوش في حضانة الأم لو اتجوزت أو لو حصل أو حضانة الجدة، لا تروح للأب والطفل يربي مرات الأب زوجة الأب، وطلعت قانون وهاجت الستات ضدها وكده وهي سيدة. ففي بعض السيدات بنظرتهم للأمور حتى ضد المرأة. نعم. يعني أنا فاكرة زمان مركز المعلومات عمل بحث عن المرأة في المناصب القيادية وسأل ستات انتوا رأيكم ايه، المرأة تبقى رئيسة وزارة، تبقى وزيرة، تبقى رئيسة جمهورية، ايه رأيكم؟ تصوري ان حاجة و70% من السيدات قالوا لا، تبقى مديرة تعليم، تبقى مديرة مدرسة، تبقى دكتورة، انما المناصب القيادية الستات نفسهم رفضوها، رفضوا ان المرأة تتولاه. فاحنا كمان عايزين مش نغير بس وعي الرجل، وعي المرأة بامكانياتها وبنفسها والثقة في نفسها، انها تثق في نفسها. وهي بدأت فعلا تثق في نفسها، لان احنا شفنا امهات شهداء بيتكلموا قدام الرئيس بكل شجاعة وبكل جرأة على اولادهم الشهداء. نعم. فالحقيقة الوضع المرأة محتاجين للوعي، الوعي لكل للمجتمع ككل. نعم. انا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الاستاذة ناهد متولي المنشاوي الكاتبة الصحفية بالجمهورية وعضو المجلس القومي للمرأة، بشكرك على وجودك معنا. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على وعد بتجدد اللقاء غدا وفريق عمل جديد من القاهرة، تصبحوا على خير.